البرنامج بديناه اليوم، اي برنامج جديد في الانطلاقه تاعو ممكن يكون فيه بعض تدخل جيب التغيير بعض الاضطرابات، وهذا راح يتصحح في ريا مزير. الصباح هذيك بدينا كانت العمليه على احسن ما يرام، كاين بعض الاحياء فيهم بعض التذبذبات، الفرق يتدخل باش يعاودوا مع الوقت البرنامج يكون يعني احسن ما يرام. اول يوم واول مره في الجزائر العاصمه دوبي منذ 20 سنه تقريبا راح نديروا انجور نهار بيوم او حاجه جديده في العاصمه. درنا حساب المنشات تاعنا وحساب الاحياء وحساب الكميه تاع المياه اللي عندنا. تعرفوا باللي تكلم سيد الوالي وقال باللي المنطقه الشرقيه تتمول اساسيا من المياه السطحيه، ما نجموش نديروها او كوتيديان، لازم نديروها وانا جور سير دو باش نجمو نمدو كاع للناس. درنا توقيت اللي حنا شفناه اللي حنا نجمو نمدو به الماء للناس. في الليل كاين ناس يقول لك حنا ندي في الليل، بصح حنا في الليل ما نجمش نعطيك في الليل، خاطر في الليل راه عمر الخزانات تاعي.